السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عندكم هذه القرعه هذه هنايا تيقولوا ليها باتر سكواتش. اجيو نديروا بها حلا ديال المهلبيه بها ان شاء الله، كيف تيقولوا الاخوان العرب مهلبيه ولا البودينغ ولا حنا كنقولوا الفلون، الفلون ديال الباتر سكواتش. نقولوا ميك فلون بودينغ ويد باتر سكواتش، نديرو مهلبيه بالقرع الحمراء دي. بدا وقتهم، انا غسل قطعتها وغسلتها حطحونها وحط عليها السكر والنشا ان شاء الله. هاي القرعه هي القرعه كي كنقولوا لها ولا باتر سكواتش. هاي طحنتها بالخلاط، طحنيها باي حاجه، غندير فيها ربعة المعالق ديال السكر. بغيتي ديري السكر، بغيتي ديري العسل، بغيتي ديري اللي بغيتي، وتزيدي فيها جوج معالق ديال النشا وتخليها حتى تطيب، زعما حتى تولي ثقيله، وتديري طبعا مع التحريك ومع النار. هما نبقى نضرب فيهم بالمضرب حتى تخلط ليا كلشي وتقصح ليا الخلطه. صافي ديريها في زلاي، بغيتي ديري زليفه ديري زليفه، بغيتي ديري كيسان ديري كيسان، وتزين على حسب اش اللي بغيتي. بغيتي تحطي فيها الكوك، بغيتي تحطي فيها اللي بغيتي، تحطي فيها على الوجه ديالها ولا المكسرات ولا اللي بغيتي ديري. دابا ليا السكر ودابت ليا النشا، ونخليها حتى تقال. تيكي ولات تتجي بحال الكريم ثقيله. هنا صافي غادي نطفي عليها ونخليها تبرد شويه ونديرها في الكيسان. من هذاك اللي كاين على النار نخليها تبرد، وتزين على حسب. وبغيتي ديري النكهات، بغيتي ديري الفاني ديري الفانيلا، بغيتي ديري الزهر ديري الزهر، وتزين على حسب. هيا كتجي وهذا والقرعه حتى واحد ما تيبغي ياكلها من الدراري، ها هي ديري لي بيها الفلو وياكلوها. شتي كي تاتجي ملي تدخل الثلاجه غادي تزيد مازال تعقد. ها هو شويه برد شويه، درت فيه هذا الشوكولاط الابيض الكحل، وهذا درت فيه الشوكولاط ديال كاوكاو، وهنايا درت المكسرات اللوز، وهاد الزليفات هادو درت فيهم الكوكونات. هذا تزين على حسب اللي بغيتي نتيا، زيني اللي بغيتي باش تزيني زيني. بغيتي ديري الشوكولات ديري الشوكولات، وتقدري تاني ديري حتى الشوكولات، ديري طبقات الشوكولات ولا ديريها من الفوق هكا حتى هي سائله، على حسب اللي بغيتي. المهم باش تخلي الدراري ياكلوا لك القرعه وياكلوا الخضره. ها هو نوع ديال المهلبيه ولا كاش تنقولوا لهم حنايا الفلون ولا بودينغ، باش تخلي الدراري يحبوا لك الخضره. ها هما تيجيو زوينين بهاد الكويسات هادو. غادي نديرهم دابا يبردوا ونوريهم لكم كيف الجموديه ديالهم. راه بعدا ديجا ولا شتي راه شد راسو. دابا ندخلو الثلاجه. ها هو الفلون ديالنا ولا ديزورت، ها هو جمد ما شاء الله. شتي شتي ها هو اللي بالشوكولات ديال هذا الفول السوداني، وهذا الشوكولات العادي. بغيتو ديرو الشوكولات الابيض ديروه، ها هو باللوز مهرمش، وهذا بالكوكونات جوز الهند. شتي ها هو جمد، جربوها ان شاء الله وردوا ليا ان شاء الله، والهنا والشفاء ان شاء الله.
واحدة شي شي بسم الله ما شاء الله جبزير.